السلام عليكم ورحمة الله يا شباب. إن شاء الله هنكمل الكورس الخاص بألتيوم. نعرف طبعا إن الكورس توقف حوالي سنة تقريبا. إن شاء الله هنرجع نكمل الكورس تاني. الكورس هنشتغل على ألتيوم 2022. طبعا عشان تنزل ألتيوم 2022 بنفس الطريقة بالظبط، إحنا طبعا كنا شرحنا إزاي إن إحنا هنحمل ألتيوم من خلال الإيميل الجامعي. هسيب لكم لينك الفيديو هنا في هيظهر على الشاشة حاليا. تقدر ترجع له وتعرف إزاي تنزل ألتيوم بالإيميل الجامعي. وانت بتنزل التيم هينزل لك احدث فيرجن منه بالايميل الجامعي برضه عادي. طبعا الايميل الجامعي بينزل التيم لمده 6 شهور، ولكن بعد انتهاء ال6 شهور تقدر ان انت تجدد كمان 6 شهور وهكذا، تخليك تجدد عادي ما فيش اي مشكله بنفس الايميل. تمام. فانا نزلت التيم 2022 وان شاء الله هنشتغل عليه. هنكمل من الدايره اللي احنا وقفنا عندها. احنا كنا واخدين الموضوع بطريقه سيمبل خالص، يعني كنا ماشيين واحده واحده في الكورس لحد ما عملنا الدايره البسيطه دي، وهي عباره عن دايره اي ار سنسور بتستخدم فيه حاجات كتير جدا واشهرهم اللاين تراكنج روبوت. تمام. الدايره دي بيعتمد على ال ام 385، والكلام ده احنا شرحناه قبل كده. الجديد بقى اللي احنا هنشرحه حاليا، هنعرف ازاي نعمل حاجه اسمها الكيب اوت لاير وحاجه اسمها الفيلتس، ويعني ايه الفيلتس ويعني ايه الكيب اوت لاير، وايه الحاجات دي اصلا لازمتها ايه في الدايره بتاعتي ان انا اعملها. زي ما انتم شايفين كده من الصوره اللي قدامكم دي، هتلاقي ان الدايره في الفيديو اللي فات كانت مربعه من على الاطراف، يعني الجزء ده كده شارب او عامل جزء مربع، والجزء ده برده كان شارب، والجزء ده كان شارب، والجزء ده برده نفس الموضوع. فاحنا كنا المأكولة اللي احنا عملناه ان احنا عملنا حاجه اسمها الفيلتس، يعني خلينا الجزء اللي بره ده مدور او خليناه بشكل دائري بالشكل اللي قدام كده. طيب هل ده هيفرق حاجه في الديزاين؟ قال لك ان الفيلتس او ان انت تخلي شكل الدايره دائري من على الاطراف، ده بيقلل الميكانيكال ستريس عليها. تمام. وبيخلي البورده بتاعتك اقوى من حيث الديزاين. تمام. فعشان كده احنا عايزين محتاجين ان احنا نعمل موضوع الفيلتس. تاني حاجه موضوع الكيب اوت لاير ده. الكيب اوت لاير يا شباب دي عباره عن ايه؟ انت دلوقتي لما تودي الدايره ديت لحد يصنعها لك، فلازم يكون عامل او عارف حدود الدايره، وفي نفس الوقت البورده دي بعد لما تتصنع بتكون عباره عن جزء من لوح نحاس كبير، فعشان ان احنا نقطعها من اللوح النحاس ده لازم يكون في حاجه اسمها الكيب اوت لاير، لان اللي بيقطع البورده دي من النحاس الكبير ده او من لوح النحاس الكبير ده هو ماكينه سي ان سي، فلازم تطلع ملف معين مع الدايره اسمه الكيب اوت لاير، بحيث ان الماكينه اللي في المصنع تقدر انها تقطع لك الدايره دي من لوح النحاس الكبير الموجود في المصنع. تمام. طيب تعالوا نشوف ازاي هنعمل الكلام ده، وازاي هنعمل الفيلتس، وازاي هنعمل الكيب اوت لاير. دي اخر شكل احنا كنا وقفنا عليه في الدايره اللي فاتت. كان طبعا عندنا الاطراف عباره عن شارب ايدجز كده زي ما موجوده قدام حضراتكم، وفي نفس الوقت ما كانش عندنا طبقه اسمها الكيب اوت لاير، يعني الدايره اللي قدامنا دي مش معروف هي هتنقطع منين بالظبط. يعني انا بعد ما اخلص اطبع الدايره بتاعتي على لوح النحاس انا مش عارف اقطعها منين، يعني هقطع الجزء ده منين واقطع الجزء ده منين. لازم الماكينه اللي في المصنع تكون عارفه بالظبط بعد ما تخلص، بعد ما المصنع يخلص طباعه الدايره، هي هتقطع منين بالظبط عشان تسلمك الدايره بتاعتك على المقاس اللي انت عايزه بالظبط. تمام. طيب عشان نفهم الموضوع اكتر تعالوا نبص على الدايره دي. الدايره دي معمول لها الفيلتس ومعمول لها الكيب اوت لاير. الكيب اوت لاير هي الطبقه الحمراء اللي بره دي، هو الخط الاحمر اللي ظاهر قدام حضراتكم بره ده. تمام. الماكينه بتبتدي تنزل بالبونطه بتاعتها على الخط الاحمر ده، وتبتدي تقطع البورده داير ما يدور كده، يعني بتخليها تلف على الخط الاحمر ده، فبالتالي هتقطع لك البورده بتاعتك وفي الاخر تاخد المقاس اللي انت عايزه. والفيلتس هي الاجزاء المدوره، بدل ما كان الموضوع هنا عباره عن شارب ايدج بقى عباره عن جزء مدور زي ما حضراتكم شايفين كده، ونقدر ان احنا نشوفها هنا في الشكل 3 دي هيكون واضح اكتر. هتلاقي ان البورده بتاعتك الايدج بتاعتها كلها مدوره بالشكل ده، وقلنا ده بيقلل الميكانيكال ستريس على البورده وبيخلي البورده بتاعتك اقوى. هنيجي على الطرف الثاني برضو نفس الموضوع، ديزاين موديفاي بورد شيبس. هتيجي من هنا اهيت وهتمشي كده لحد هنا، هتلاقي قطعها لك برضو بنفس الطريقه. هنعمل الاثنين الثاني. طيب هنا لما جينا نعمل دي هتلاقي ان البتاع السهم معوج او الخط نفسه معمول اليمه الثانيه، فهتضغط على انت السبيس هتلاقيه انعدل اليمه اللي انت عايزها. تمام. نفس الموضوع هنعمل اخر يمه، ودي اخر يمه كمان عملناها وتمام التمام مفيش اي مشكله. لو انت رجعت البورد بلاننج مود هتلاقي ان الاربع نواحي بتوعك اتعملوا مفيش اي مشكله. طيب دلوقتي لو احنا رجعنا تاني، لو انت ضغطت رقم 2 هيرجعك لمين؟ للفيو الثاني اللي هو ال 2 دي لاي اوت مود. تمام. طيب لو انت ملاحظ هنا هتلاقي ان البوليجون برضو يعني طالع عن مساحه البورده اللي احنا عايزينها، يعني احنا عايزين البورده يبقى اخرها عند الخط المنقط ده، ولكن في بوليجون طالع بره. تمام. فاللي هيظبط لك الموضوع ده هو الكيب اوت لاير اللي انت هتعمله، اللاير اللي انت هتعمله بره او الخط اللي انت هتعمله بره عشان يقطع الدايره. احنا عايزين نفهم البرنامج دلوقتي ان الدايره هتنقطع من عند الخط المنقط ده. تمام.
او نفهم المصنع اللي هيصنع لنا ان انت هتقطع لي الدايره من عند الخط المنقط ده. فنعمل ايه؟ هتيجي من قائمه ديزاين، هتختار بورد شيبس، وبعدين كرييت بريمتيفز فروم بورد شيب. يعني انت هنا بتقول له انا عايزك تعمل لي خط من البريمتيفز او من الحواف بتاع البورد اللي عندي، تمام؟ فانت هتقول له اعمل لي كيب اوت لاير والسمك بتاعه نص مليمتر. يعني المصنع لما يجي يقطع لك الدايره هيقطعها لك بمنطقه نص مليمتر، تمام؟ فانت هتقول اوكي، هتلاقي على طول التيام عمل لك خط شكله مدي اخضر على احمر، تمام؟ اللي هو الخط اللي بره ده. الخط ده مدي اخضر على احمر لانه في ايرور، لان الخط ده المفروض ما يتقطعش مع النحاس الازرق، تمام؟ طب نعمل ايه عشان الخط ده يتعدل؟ اول حاجه انت كده عملت خط حوالين الدايره، ولكن لسه ما عرفتش البرنامج ولا عرفت المصنع ان الخط ده هيتقطع. طب تعرفه ازاي؟ هتيجي من قائمه تولز، هتقول كونفرت، بس قبل ما تعمل كده لازم تحدد الخط ده الاول. هتضغط هنا وبعدين تضغط على علامه التاب، هتلاقي ان المربع كله اتحدد. بعد كده هتروح تحول المربع ده، هتقول كرييت كونفرت سيلكتد بريمتيفز اللي انت محددها دلوقتي تو كيب اوت. يعني الخط اللي انا محدده دلوقتي خليه لي كيب اوت، يعني خليه ان ده خط القطع بتاع الدايره، يعني المصنع هيقطع من هنا او اللي بيصنع لنا الدايره دي هيقطع الدايره من الخط ده. طيب تعالوا نعمل كده. طيب بعد ما عملنا كده خلاص الخط ده بقى خلاص ده خط القطع بقى معروف بالنسبه للبرنامج ومعروف بالنسبه للمصنع اللي هيصنعه. طيب دلوقتي احنا عايزين بقى نعدل الموضوع ده، المفروض البوليجون ما بيبقاش داخل في الخط اللي هنقطع، ما ينفعش اقطع النحاس اللي انا هطبعه اصلا. فانت هتيجي من تول هنا هتقول للبوليجون هتعمل له ريبور اول، يعني خلي البوليجون يتعدل على الوضع الجديد اللي انا عملته. هتعمل ريبور اول، هتلاقي ان البوليجون بعد عن الخط ولكن ما زال الخط فيه جزء اخضر. ليه؟ لان الباد اللي انت حاططها عشان كبات تثبيت او الفايل اللي انت حاططها كبات تثبيت هنا قريبه جدا من الخط بتاع القطع، تمام؟ فانت ممكن تعمل ايه؟ ممكن ان انت تبعد ده شويه كده، تنزله لتحت او تجيبه هنا، هتلاقي على طول ان العلامات الخضراء ايه؟ اختفت. طيب انت عايز تخلي الاربعه دي قصاد الواحد والثلاثه قصاد الاربعه، فانت ممكن تيجي من علامه شيفت تضغط على شيفت الاول هتحدد دي، وبعدين تضغط على شيفت وتحدد كمان اللي تحت، وبعدين تضغط على حرف الاي وتعمل الاين ليفت، هتلاقي ان الاثنين بقوا قصاد بعض بالظبط، تمام؟ زي ما حضرتك شايف دلوقتي، تمام؟ طيب انت عايز تخلي اربعه قصاد الواحد، فانت هتختار الواحد وبعدين تختار الاربعه او العكس، وبعدين تعمل الاين بوتوم. الاين بوتوم دي بيعمل ايه؟ قبل ما نعملها بس، الاين بوتوم دي بيخلي يعني دي عاليه، الاربعه دي عاليه عن الواحد، فالاين بوتوم بتخلي الواحد بتخلي الحاجه الاقل في الارتفاع تكون قصاد الثانيه، يعني لو الاربعه عاليه بخليها قصاد الواحد، لو الواحد هو اللي عالي بيخليه قصاد الاربعه، تمام؟ فاحنا نعمل الاين ونعمل الاين بوتوم، هتلاقي الاربعه نزلت بقى قصاد الواحد بالظبط، تمام كده؟ طيب كده البورده بتاعتك انت عملت الكيب اوت لاير وعملت الفيلتس. تعالوا كده نشوف شكل البورده في ال 3 دي هيكون عامل ازاي. لو انت ضغطت على رقم 3 هتلاقي البورده بتاعتك زي ما انت شايف كده، هتلاقي الحواف بتاعتك بقت حواف دائريه، وفي نفس الوقت الكيب اوت لاير خلاص البورده بتاعتك ما بقاش ظاهر غير البورده فقط، او الحته اللي انت اللي هتنقطع او المصنع هيقطعها لك بالظبط اللي هي الحته اللي قدامك دي، تمام؟ يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نعمل الفيلتس وازاي نعمل الكيب اوت لاير. طيب الكيب اوت لاير ده يعني حاليا مش هتحس باهميته قوي، لان احنا لسه ما دخلناش في الليفل بتاع ان احنا نصنع في مصنع، تمام؟ في مصنع في الصين او في اي مصنع ايا كان هو مين، تمام؟ بس خليك عارف المعلومه دي لحد ما ناخد دوائر معقده شويه واوريك يعني ايه كيب اوت لاير واهميته ايه بالظبط، تمام؟ طيب ممكن اوريك مثلا بورد معقده شويه، يعني مثلا دي بورده، البورده دي مش معمول فيها الفيلتس ولكن معمول فيها الكيب اوت لاير. ممكن نعدل البورده ثواني. دي بورده مثلا معمول فيها الكيب اوت لاير، هتلاقي الخط الخارجي ده او ده مثلا، هتلاقي ان في خط احمر هنا برده، وده اللي بيقطع البورده من الحواف وبيحددها، تمام؟ لو احنا مثلا رحنا على بورده اعقد شويه زي دي، هتلاقي برده هنا معمول الفيلتس ومعمول كمان الكيب اوت لاير، وده مهم جدا ان انت توديه للمصنع اللي هيصنع لك، لان البورده دي انت مش هتعرف تصنعها يدوي على ايدك، لان فيها تراكات صغيره جدا، فيها كليرنس صغير جدا ما بين التراكات وبعضها. فان شاء الله الحاجات دي كلها هنتعلمها مستقبلا. اهم حاجه في الفيديو ده تكون اتعلمت يعني ايه فيلتس واهميتها ايه، اتعلمت ازاي تعمل الكيب اوت لاير، تمام؟ شفت برضو الدوائر المعقده بتكون عامله ازاي، وان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هنخلينا نكمل لحد ما نتعلم ازاي نعمل دوائر تكون بمواصفات عالية جدا أو بمواصفات صناعية. وبكده يكون الفيديو ده انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله.